أنور المفتي، مكتشف علاج البلهارسيا والطبيب الشخصي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولد في القاهرة عام 1913، وكان الأول على الدفعة طوال سنوات دراسته، وفور تخرجه عمل في قسم الأمراض البطنة طبيب امتياز. سافر للدراسة بكلية هامر سميث للدراسات العليا بلندن، وعاد إلى مصر بعد أن حصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنية. قدم بحوثاً نالت أهمية عالمية عن مرض السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين. نجح في علاج حالات الصداع النصفي عن طريق الدواء الذي كان يستخدم لعلاج مرض السل. اكتشف أن مادة الديبتريكس التي يستخدمها الفلاح للقضاء على آفات القطن لها نفس تركيب المادة القاتلة للبلهارسيا، فلجأ إلى استخدامها في علاج البلهارسيا. نظراً لإسهاماته الطبية، صار له شارع يحمل اسمه في مدينة نصر بالقاهرة. رحل في يناير عام 1964 في أول أيام شهر رمضان، وشارك في تشييع جثمانه آلاف المصريين من مسجد عمر مكرم.